كان عندي واحد الورم، ورم كبير في كرشي بزاف. كنت كنت هذيك اللحظة فكرت غير في ولادي، وكنقول ربما ما نخرجش مازال اليوم. السلام عليكم، انا حليمة اشهو، رئيسة الجمعية ديال التوادر الخير فعلا جمعوية معروفة الحمد لله على الصعيد الإقليمي، ماشي الصعيد كلشي كيعرفني، اللهم لك الحمد. يعني عطيت العمل الجمعوي. شنو نقول لك، انا كان عندي واحد الورم، ورم كبير في كرشي بزاف، اللي في 23 سنتيمتر تقريبا، لانه حتى السكانير ما حددوش. من بعد مشيت درت العملية، والأطباء بثلاثة اللي شرف عليها دكتور الخروبي، دكتور قيسون، ودكتور بنعيدة، في صحة الأخوين، اللي قالوا لي بثلاثة تقريبا، قالوا لي بما أول مرة كدار هاد العملية هنا في صويرة، ما عمرها دارت أنا أول مرة، لأنه كانت عملية شوية كبيرة، لأنه كما عرف الجميع أنه هذاك الورم كان شاد ليا في المصران، المعدة، يعني شاد تقريبا الأمعاء ديالي كاملين، واضطروا أنهم كيحيدوا الورم وتعاودوا يخيطوا تاني من بدا وجديد، تيقطعوا ويخيطوا، هما غاديين، الله يجازيهم بخير، وقفوا معايا صراحة، الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى وليهم ورضات الوالدين، اللهم لك الحمد. هادشي تنقول الحمد لله مرضيين، والميمة ديالي هي فاش فكرت، ما نكذبش عليك، ما فكرت في شي حاجة أخرى، كنقول مسكينة أنا اللي عندها بوحدي، حيت أنا البنت الوحيدة عند الأم ديالي، هي فاش فكرت وليداتي بجوج، ولكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، تكللت بعدا بالنجاح، وفي الأخير كل شي فرح، لا ما نكذبش عليك، لا الطاقم الطبي كامل، ولا الناس اللي شرفوا، ولا الممرضات، ولا الإدارة ديال الأخوين كإدارة، كل شيء ما تصورش الفرحة ديالهم، وكانت واحد العناية خاصة بيا صراحة، كانت عناية خاصة بيا لدرجة أنه الممرضة كتبقى وحدة وكتمشي وحدة، كتبقى وحدة وتمشي وحدة، كانوا مانعين اليوم، مانعين كليا أنه نبقى بوحدي في الغرفة، سما تعاملوا معايا بواحد المعامله ما نعاودش لك والله، الحمد لله. كانت المعاناه الحقيقيه اللي كانت عندي هي الصحيه، معاناه ديال بالصحه، لانه ما كنتش كنعس، لانه الورم كان كبير بزاف، يعني تقلبت على اليمين كنتالم، اليسار كنتالم، ظهري كنتالم، الا وقفت نفس الشيء، يعني راه 20 يوم ما سالش باش الانسان يهز واحد الورم اللي هزو 9 سنين، وإنما 20 يوم، كانت معاناة حقيقية، يعني اللي غطات المسائل يعني المادية، الحمد لله المسائل المادية ربي الحبيب وفر كل شيء، وحمدنا ربي وشكرنا، تيسرات الأمور ودات كل شيء بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. أول حاجة أنا كنطلبها من جميع الإخوان كما بغى يكون النوع ديالهم، سواء المدني سواء الجمعويين، أنه تكون الإنسانية ما بين الناس والرحمة ما بين الناس، ويسولوا في بعضياتهم، ماشي حتى يكون شي ظرف لي وطارئ ولا شي أزمة سواء صحية ولا مادية، يعني ياريت الناس تبقى تسول في بعضيات، حيت الله سبحانه وتعالى قال لك رحمني نرحمك، يرحمنا الله سبحانه وتعالى، لما ترحمنا مع مر سيدي ربي يرحمنا سي بوشعي، ياريت الناس ترحم بيناتها وتبقى تسول على بعضياتها. والحاجة الأخرى، الفاعل الجمعوي لازم تعطى ليه الحقوق ديالو، لازم، لانه الفاعل الجمعوي راه كيناضل ليل ونهار، كيمشي يخدم، كاين اللي كيخدم في الخفاء، بحال مثلا انا كنخدم في الخفاء عبد بلا، من قلت انا عندي جمعيتي كلشي الحمد لله، تيعرفني الصغير والكبير، الجمعيات كاملين تيعرفوني، ولكن انا تنتاسف انه دوك الجمعيات اغلبيه فيهم راه ما سولوش عليا، لكن الغيب حجته معاه،
انا ما تنعيب على حتى شي حد سي وجهي، اللي جا مرحبا والف مرحبا على راسي من الفوق، اللي ما جاش اخويا الله يسهل على الجميع. كنشكر كاع الصبريين بعدا مني. اول حاجه كنشكر الاخت نجات، نجات الحاضر اللي حطت في الصفحه ديالها الخبر ديال العمليه ديالي يا ولدي، كنشكرها بزاف من كل قلبي. وكنشكر كاع الصبريين الجميع، ما كاينش اللي ما سولش عليا وما دعاش معايا. الحمد لله الحمد لله ولدي، انا على راسي من الفوق. الناس الاعلام، الناس الجمعويين، الصويريين، على راسي من الفوق. مرحبا والف مرحبا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.